أعلنت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة أن إجمالي أعداد المسجلين لأداء مناسك الحج لعام 2025 لموسم الحج عبر منصة الحج الإلكترونية بلغ أكثر من 12 ألف من شخص حتى الآن حيث شكل 46% من الذكور المسجلين و54% من الإناث وذكرت اللجنة العليا أنها ستقوم بتزويد حملات الحج بأرقام المسجلين لديها مع مراعاة استيفاء معايير الأولوية والأسبقية وذلك قبل إغلاق باب التسجيل وأفادت اللجنة أن الخدمات المتاحة عبر منصة تشمل خدمات تقديم الطلبات والاستعلام عن حالة الطلبات والتعديل عليها والاطلاع على عروض الحملات وأسعارها وأسعار باقتها وأشارت اللجنة إلى أن الأولوية في قبول الطلبات ستكون للبحرينيين الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج سواء كانوا أفرادا أو مجموعات، وتشمل قائمة الأولوية أيضا البحرينيات التي لم يسبق لهن الحج ويرافقهن بحريني سبق له الحج مع مراعاة أسبقية التسجيل في المنصة على أن يخضع جميع المسجلين لاستيفاء المعايير المطلوبة.